أحمر الرهيب يسفر عن تقدم منطقي في الشوط الأول بهدفي أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في شباك فريقه، وحناجر الجماهير تلتهب بالهتاف لهؤلاء النجوم. شوفها تاني من ظهره خلاص، ده بص تاني. هنا ده جاي من ظهره هنا. لا انا ما اقدرش، ارجع كمان يا محمد، ارجع كمان يا محمد. بص يا كابتن مدحت، هنا في عندنا نقطه منطقه عاميه، صوره قطع ما اقدرش اتكلم فيها. بيلعبها سياره حمدي ابو راضي لطاير ابو زيد، وبيلعبها بالعرض انما بيطلع وتلعب تاني طاير ابو زيد، وبيحطها ثم يخلق فيها هو واحد من هدفي تتويج الأهلي على حساب الهلال السوداني في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي. يبقى شرف كبير لي، تبقى البطولة الخامسة للنادي الأهلي في مشواره. هو محمود الخطيب باين قوي عينه، ورمى الشمال وحمادة صدي، هيخرج ايمن شوقي وينزل محمود الخطيب. 49 ماتش افريقي محمود الخطيب، كابتن محمد حسام، كابتن انور سلامه، محمود الخطيب 49 ماتش افريقي محمود الخطيب، و37 جول جايبهم محمود الخطيب للنادي الاهلي في مشواره الافريقي، وما زال هداف البطوله دي، جايب 5 جوان لغايه دلوقتي. يكلمه جيب باتلر وجاب جول عظيم، اخر جول جابه في كوتوكو لما كسبنا 2-0 في الدور قبل النهائي، الجول الاولاني لما كانت مباشر. خرج ايمن شوقي ونزل محمود الخطيب، وتتلعب من حسام حسن للخطيب، محمود الخطيب كابتن الاهلي دلوقتي محمود الخطيب بعد ما نزل. يا سلام الكره حلوه، لا ولا براسيو انما يوري ياخد. يا سلام يا خطيب، يا سلام يا خطيب. مجد اسامه، طاهر ابو زيد، محمود الخطيب براس وعلى ما يقوم للخطيب. يا سلام، تابلو من تابلوات الخطيب ولحسام حسن. محمد سعد لأحمد شوبير، أحمد شوبير 40 دقيقة واتنين صفر، مستنين صفارة النهاية. وادي علاء ميهوب وسمارة بعلاء، علاء ميهوب، طاهر أبو زيد، محمود الخطيب بيرقص وعلاء ميهوب للخطيب. يا سلام، تابلو من تابلوهات الخطيب ولحسام حسن. طب لينا من تابلوهات. اول مره الخطيب، لان قبل كده زي ما قلت لكم مصطفى عبده كان الكابتن قبل ما يعتزل ترك فيها، وانهى بهذا التابلو الفني الرائع مسيره كرويه حافله جعلته دوما ملء السمع والبصر، كونه اهم وافضل من لعب كره القدم في تاريخ ارض النادي الاهلي. ثلاثة اندية ابطال الجود 84 85 86 وابطال الدوري 82، وفي اليوم التاريخي النهاردة 18 ديسمبر 81 حقق النادي الاهلي 18 ديسمبر 87 حقق النادي الاهلي البطولة الخامسة لي والثانية في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري. الخطيب